بالتأكيد الخروج من القاهرة نعمة. القاهرة دي مدينة كلها سترس، يعني حتى أنا بطلت شغل وكده وقللت التعامل مع البشر تقريبا، لكن هي مدينة مليانة ضغوط عصبية ونفسية. تفتح التلفزيون تلاقي أخبار زي الزفت، تشتري حاجة تلاقي الأسعار زي الزفت، تنزل تركن بالعربية متعرفش تركن في أي مكان عشان تستعمل شوبينج، تمشي المرور بقى سهل في مصر الجديدة، لكن طول ما انت ماشي عمال الكاميرات تصورك، يا اما الحزام مش مربوط، يا اما عديت سرعة 40 كيلو وانت ماشي، يا اما مش عايز تركن عشان تجيب حاجة بسرعة من حتة فيجي لك الونش يمشيك على طول، حتى وانت يعني ما فيش استمتاع، ما هيش مدينة بتاعت استمتاع. ف والستريس بقى والبشر والمناكفة في الواحد للنهار، فأحسن حاجة الواحد يخرج بره كل الكلام ده ويجي كوكب سيوة. فأنا قررت أجي أقعد في الصحراء عشان أفضي دماغي من جميع أنواع الستريس. حتى ساعات لما باخد دواء مهدئ هنا ما باخدش حاجة خالص، مع أني بشرب كمية قهوة غير طبيعية. أنا قاعد في قلب الصحراء، مكان بعيد عن المدينة شوية يعني حلوين، وزي ما شايفين كده الجبل منور ازاي. معايا بعض من معارفي واصحابي، والنار مولعه اهو هيشوا، والقعده تمام، والجو نضيف جدا جدا جدا، ومفيش اي صوت غير صوت موتور الكهرباء هو اللي عمل دوشه كده، والناس قاعده كل واحد في حاله، ما تحسش ان في بشريه حواليك خالص، والسماء ابتدت النجوم تبان فيها وتتأمل بقى وتعمل مديتيشن. بس حاولت كده بس أشارككم يعني بعض من النعيم اللي ربنا أنعم عليا فيه بالخروج من القاهرة والقدرة عن السفر، إن أنا أجي سيوة. والناس لطيفة هنا جدا، والمنظر طبعا غير الكاميرا، الطبيعة بتاعت الجبل المنور ده في قلب الصحراء يعني لوحده يعني بيخليك تتأمل. بس ف الحمد لله كله تمام، الحمد لله. ودام الواحد بيقول عن القاهرة يبقى كله تمام. القاهرة دي مدينة صعبة. يلا السلام عليكم، لما يجي الأكل بقى هوريه لكم.